صباح الخير لجميع المشاهدين. نهار اليوم تستمر الأجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة أيضا تستمر أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا في عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار ستكون الأجواء هناك صافية بشكل عام مع تفرق لبعض الغيوم، 30 درجة مئوية الملموسة، 28 الرطوبة منخفضة، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية. تبقى الأجواء حارة نسبيا، عجلون تفرق لبعض الغيوم 29 إلى 18، إربد 30 إلى 18، جرش 32 إلى 20، والمفرق 32 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 33 إلى 21 مع أتربة مثارة، البلقاء 30 إلى 19، عمان تفرق لبعض الغيوم 30 إلى 18، مأدبة 32 إلى 20، والبحر الميت طقس حار 37 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك تفرق لبعض الغيوم 31 إلى 21، الطفيلة 30 إلى 20، الشوبك 28 إلى 19، معان 31 إلى 20، والعقبة طقس حار بشكل كبير 41 إلى 30 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات جوية للمنطقة الشرقية، حيث تهب رياح غربية نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار في عموم المنطقة الشرقية. الأزرق 36 إلى 19، الصفاوي 35 إلى 19، ورويشد 36 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.